وده وقت التليفون. انت كنت عملت بربريشن انا ما صدقت. الو مين انت؟ ايه؟ عربيتي اتسرقت. عربيتك في الحفظ والصون، لو عايزها تعال لي بكره الساحل الشمالي ومعاك 30,000 جنيه الساعة 3. هاجي ادفع 30,000 جنيه بس خلي بالكم بالعربية. انا وصلت الساحل اهو ومعايا الفلوس. برميل؟ انتوا حطيتوا العربية في البرميل؟ اهو انا حطيت الفلوس فيه. اه العربية هي رخص. اتفضل يا سيدي. انزل فتش العربية. فتش يا سيدي فتش. فتش العربية فتش. الحمد لله على السلامة يا حكومة. هو احنا كنا مسافرين ولا ايه؟ ما احنا واقفين اهو. العربية كانت مسروقة لسه دافع فيها 30,000 جنيه. وما بلغتناش ليه؟ ما احنا اهو. ابلغكم علشان خاطرك تفتك وتتسرق. لا يا باشا كده براحتك يا باشا. اتفضل يا باشا. شربت نهار تركب. ما تفتش العربية أحسن. يا عم اركب. ماشي يا سيدي. ماشي يا الراجل ده قرفته عسل. ده قال لنا 30 كيلو حشيش من الساحل لهنا. دي اسهل عمليه عملتها في حياتي. صدق بالله الراجل ده صعب عليا. زمانه دلوقتي متوغوش على العربيه. منير طمنه طمنه على العربيه. وبعدين التليفون ده. الو احنا العصابه اللي سرقنا منك العربيه. ايه اللي سرقته من العربيه؟ عشان انت خلاص بقيت زبوننا. انت كسبت معانا خصم 10%. يعني بدل ما تدفع 30,000 وتاخد العربية هتدفع 27,000. بس ما تنساش وانت جاي تجيب كارت الخصم معاك. يا قول الله يا رب. ما فيش الا انت اللي بتسرق. روحي وانت طالعة. روحي وانت طالعة. اكلنا روحنا اترزعنا على الاول حتى ما الراجل يجيك. نايل بقى ما تنبورش. جاي مش جاي. اوكي مش جاي. جاي مغفل العربية اهي. جاي مغفل. حمزة الشنطة. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ فلوس فلوس يا حبيبي. سلام يا باشا. سلام سعادتك. صدق الراجل جه. يا زيزو حقاتك يا قطه. حلوين حقاتك يا حمزه. ودول بقى حقاتي. فل قوي. تمام كده. ايه اللي فل وتمام قوي كده؟ ايه دول يا زيزو؟ حقاتك يا حمزه. ولا انت هتطمع؟ اطمع ايه يعني؟ بعد الهاري اللي احنا كنا فيه ده والساحل راح جاي ناخد دول؟ مالهم دول؟ ايه يا حمزه هترفض النعمه هتزول من وشنا؟ حلوين يزول ايه؟
هو احنا نفضل شغالين عند الناس مش هتيجي تشتغل عندنا ولا ايه؟ انت ايه اللي في دماغك يا حمزه؟ من الاخر كده يا جماعه، في عمليه مخططه لها جامده قوي دي، بقى على راي المثل ضربه مرزبه ولا الف بالشاكوش. انا حمزه العمليه دي كبيره لدرجه ان حق في الفلوس بتاعتها يجيب لي برشام لحد 2020 ل 3030 وحياتك. سيبك منه يا حمزه، العمليه ايه بالظبط؟ العمليه المره دي هتكون صرفه جامده قوي في البلد، وصاحبها بيحب يشتغل شمال الحمامصي. انت بقى مينا دورك في العمليه انك تقف تراقبي الحمامصي وتصوري لي كل حاجه داخله وخارجه من الصرافه. وانت يا منير، بما انك صاحب مزاج فعايزك تعرف لي الحمامصي ده مزاجه ايه. فاهمنا يا منير؟ مزاجه ايه؟ وانت يا زيزو، هتضرب البدله الشيك وتطلع على صرفه الحمامصي. هتخش الصرافه وهديك عمله صيني، وهتقابل الطحاوي ده الدراع اليمين بتاع الحمامصي، وهو اللي واخد المعارف. 20,000. تفضل. شكرا، بزيد فضلك. هتدخل على مكتب الحمامصي وتعرفه بنفسك بكل ثقة. أنا خالد الملوان، مدير أعمال رجل الأعمال الصيني المعروف كيمكو لي. رجل الأعمال المعروف كيمكو لي كان معاه عملة صيني 200,000 إيوان. إيوان ينطق إيوان، كنا عايزين بدلهم دولارات، والطحاوي قام بالوان عدوهم. هتديله الفلوس وطبعا هيكشف عليها. أنا مش عايزك تتوتر، الفلوس اللي معاك أصلية 100%، وبعد ما يكشف على الفلوس هيتطمن لك وهيديك مكان الدولارات. الفلوس تمام، أنا شكلي كده هشتغل في الإيوان طالما الدولار سخنان. لما يقين الإيوان. أنا عايزك تكرر العملية دي أكتر من مرة. ما تقلقش، الفلوس اللي احنا بنخطط لها دي تحرشت العمر هي اللي هتظبط لنا ضربة كبيرة. فلوسك تمام يا حاج حمامصي؟ تمام يا سيدنا، اتفضل. لحد ما الحمامصي يطمن لك ويطمن لرجل الأعمال الصيني، وساعتها تقول له. بقول لك يا حاج حمامصي، رجل الأعمال المعروف الصيني كيمكو لي كان معاه مبلغ بسيط كده، حوالي 20,000,000 إيوان. إيوان ينطح إيوان، كنا عايزين نغيرهم دولارات. أعديهم عليك ولا أعديهم على الحاج النوبي بتاع السبتية، تاجر الفوانيس بتاع رمضان المعروف؟ عيب عليك، ما يصحش تبقى كده قاعد قدام الحمامصي بيه وتقول أنا رايح أصرفهم بره. اسمع يا حمامصي بيه، مبلغ كبير قوي شغل الإيوان تقيل، مش عرفك انت الشغل في الإيوان ده عامل زي الشغل في الهروين، ما يشتغلش فيه إلا اللي بيفهم فيه. وبعدين احنا واخدين منهم بسعر لقطة أقل من سعر السوق بعشرة صاغ. بقول لك ايه حضرتك، انت قلت لي المبلغ 20,000,000 إيوان. إيوان ينطح إيوان، يعني حوالي 3,000,000 دولار. مظبوط، مقضية إن شاء الله، عديهم عليا. لا انا ما بعديش المبالغ الكبيره ديت، انا اختصاصي الفكه ولا مؤاخذه، المبالغ الكبيره دي من اختصاص رجل الاعمال المعروف الصيني كيمكو لي. اهلا وسهلا يا خواجه.
توين تاو سان سان تاو. يعني ما هكا هو بيقول ايه؟ بيقول على حضرتك انك راجل محترم وكان نفسه يتعرف على واحد زي حضرتك بالهيئة والكيفية دي. كل ده في يمهكة؟ طبعاً يا فندم، يا فندم انت بصص لعدد الكلمات، بص للمعنى يا أخي. توين تاو ساو ساو كاو تاو. هما يفيس بالسوشي. لا خلاص نجيب سوشي. لاو تاو لاو 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 لاو. هي باشا، هي باشا، حد يقول سوشي قدام راجل صيني؟ انت عارف سوشي يعني ايه بالصيني؟ معناها سوق سودة، واحنا لا مؤاخذة ناس أشراف ما بنحبش السوق السودة. احنا جايبين لك اقل سعر في السوق السوداء. انا لولا واثق فيه ما كنتش وافقت ان اغير منه المبلغ الكبير ده اهو، والفلوس كلها مترقمه. واحنا كمان، احنا كمان فلوسنا صاحيه اهي ومترقمه، ايوانات صاحيه. الخواجه عجبته مصر. توين تاو ساو ساو مصر. ايوه تاو يا شي كومباكي لي سيوات يو سيدنا حسين يا الحسين. ماذا يا حاج؟ هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل في كل حاجة سعادتك، من الإبرة للصاروخ، بس احنا اليومين دول شغالين في الدهانات، واعين على دهان حلو قوي قوي قوي، لاقي زبونه وسعره ما اقولكش. دهان بتاع ايه ده؟ دهان. دهان انا مش عايز افسر. طب تورينا عينة. عليا من عندي قبل عندي. بس ادعي بس يبقى معاه حتة. حاضر. توين تاو. ساو ساو ساو. او او او. اهو الزجاجه دي سعادتك زيت الفهد الاسود على زيت التنين الاسود، هيخليك الحصان الاسود في الليله السوداء. اتفضل. بس المسحوق ده بيتشم مش بيتدقن. شمتين شمه شمه كمان حلوه قوي. نصير شمه. لازم يروح معايا عشان الحاج بقى عشنا. ما انا لازم اروح معاه. تروح معاه ايه؟ ايه نظام اجي معاك ولا اركب تاكسي؟ لا مفيش مكان. يلا يلا يلا. طب موديله على مستشفى ايه؟ ابو الريش. ايه؟ الجناح للولاده. مدي امينه شويه. امينه عربيتك بتعدي يا حمزه، هو ده اخرها. وايه اللي بتجري ورانا ليه؟ عايزين الحمامس يا غبي. الحمامس اللي لقى حاجه في دهني. الله يرحم الجميع. الراجل ده مات. هو يا هم عايزين الراجل ده؟ طب بس يا عم، طب ما نديهولهم. يلا يا عم من هنا يا عم. حمامسي بيه، حمامسي بيه، مش هسيبكوا يا اولاد ان كان. Ha ha ha!
حلوة قوي قوي. الأخضر أخضر يا بتاع النعناع يا مخضر يا مخضر. صراحة حمزة خايفة لنكون اتهرشنا. حبيبتي يعني تخافي وأنا معاكي حبيب قلبك. بصها من بقها. وانت مالك يا حبيبه بصها من بقها؟ انا مالي انا مش عايز بصها من بقها. بالهداوه يا منير. ترى يا زيزو ما بصها من بقها. ما يبصها من بقها وهيبوسك انت. انا مش معترض ان هو يبصها من بقها، بس اهم حاجه لازم نقسم الفلوس. اه صحيح، احنا نقسم الفلوس وكل واحد ياخد نصيبه ويمشي. استنى عندك، مفيش فلوس هتتوزع. انا يا حمزه مفيش فلوس هتتوزع. احنا يا جماعه كاميرات المراقبه صورتنا، فاكيد هم بيدوروا علينا دلوقتي، فالطبيعي احنا لازم نبعد عن بعض على الاقل شهرين. وليه شهرين؟ خليهم سنتين والفلوس هتفضل عندي في الحفظ والصون. عندك العيب يا زيزو، الفلوس معاك انت. الفلوس هتفضل معايا انا، اشمعنى انا يعني؟ خلاص وماله يا منير، الفلوس معاك. ليه تفضل مع الحرامي ده؟ يعني انت اللي كونسول في الخارجيه؟ لا انت اللي مهندس كهرباء. زيزو ايه؟ ولا هو الفلوس هتبات في حضني النهارده. وليه الفلوس تفضل في حضنك يا عموره؟ هتكتر ولا ايه؟ لا يا زيزو، ما هي ست الحاجات هترضع الفلوس قبل ما تنيمها. دمك خفيف قوي يا روح امك، تصدق بقى اغير لها كمان عشان تنضف من الوساخة. الفلوس مع امينه خلاص. ايه يا حمزه؟ هو ما فيش رجاله ولا ايه؟ لا يا روح امك في رجاله، بس لو كنت ناسي بقى احنا التلاته كده فيشنا زي الزفت، حمزه هنا هو الوحيد اللي فيش نظيف، يبقى الفلوس تبقى مع حمزه. لا الا الفلوس. انا اسرق اه، لكن اشيل امانه زي دي لا ما اقدرش. استنى، عندها حق، الفلوس دي افضل معايا. لا انا ما اقدرش اشيل الفلوس دي يا جماعه. لا منير، حمزه انت قدها وقدوه. لا يا زيزو، عشان خاطري يا حمزه وافق. ما خلاص يا حمزه قلنا لك بقى ما تكسفناش. عشان خاطري يا حمزه. عشان خاطر السنيوره انت موافق. بص يا جماعه، انتوا طالما يعني بتون الثقه الزياده دي، انا هشيل الفلوس. حلو قوي، يبقى زي ما بيقول حمزه كده، نختفي عن بعض شهرين، محدش يقابل حد، محدش يشوف حد، محدش يقعد مع حد، محدش يقعد مع حد، ولما نتقابل تبقوا براحتكم. نقرا الفاتحة عشان ربنا يكرمنا. أنا اتعبت فيا كده، ياخدوا مني 3 مليون دولار ويبعتوا لي ورق بدل الفلوس ولعب أطفال وبامبرز وزبدة كاكاو عشان الشفايف، وأنا كنت اشتكيت لهم من شفايفي. أنا اتعبت فيا كده. اهدى بس يا باشا، اهدى بس يا باشا، اطمن برقبتك. 3 مليون دولار وانت اللي جابهم لي وجاي دلوقتي تقول لي برقبتي؟ فلوسك هترجع يا باشا اطمن. بس انا عايز اسالك سؤال، هي الفلوس دي مأمن عليها ولا هربانه؟ الفلوس دي شغل ليل، وشغل الليل ما بيتأمنش عليه. العيال دول لازم يتجابوا. هيتجاب والفلوس دي هترجع لك. أنا هوريكم صورة شخص طوله، شفتوه ولا لأ؟ في عيال نطت من عربية الإسعاف وركبت عربية تانية. صح يا باشا. أنا بقى عاوز أرقام العربية دي.
الله يليك وحشك. صدق وحشتوني. احنا برضو اللي وحشناك يا ست الحاجات. ما تحرجهاش بقى يا مدير. الا فين حمزة؟ ولاش عرفني. مش انتوا برضو اللي قلتوا مفيش لحد ما نتقابل؟ اوعى يكون حصل. ما 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 حصلش. برافو. وعلى العموم هيروح فين؟ زمانه جاي يا حمزة. أنا مش هقدر أستنى أكتر من كده، أنا هتصل بيه أشوفه راح فين. مولاي يا مولاي. يا ابني اتصل بحمزة، أنت اتصلت بإذاعة القرآن الكريم. دي نمرة حمزة يا مغفل. أنا خايفة كده لا يكون اتقبض عليه. لو اتقبض عليه يا سنيورة كان زمان رجلينا بقت مجرورة. أنا هتصل بيه تاني. مولاي يا مولاي. الواد شكله استشيخ. استشيخ. عارفين لو اللي بفكر فيه طلع صح أنا مش هيكفيني إلا فرتك دماغه برصاص مسدسي ده. الهداوة يا منير. أمال ما بيردش ليه؟ ما بيردش ليه؟ احنا نروح له بيت امه ونكبس عليه هناك. قدامي. عارف ان هو مفيش حد. الواد خد الفلوس وهرب. اصبر يا منيره اما نشوف هنعمل ايه. اصبر ايه؟ الفلوس فين؟ انا كده الفار بدا يلعب في عبي. دخلته اللي في البساتين ممكن يكون مخبي الشنطه. بقول لك ايه؟ بتزن الشبح ده عن حمزة. وركبت اول موجه. بقول لك ايه يا شبحين في بعض؟ سالفول يا كونتينر اشباح. الصلاه على النبي عليه. حمزه اللي فوق ده انت تعرفه؟ حمزة على سطر ولا حمزة على نبرة؟ ده ابو الرصاص. خلاص خلاص ده صاحبي. مين؟ حمزة. حمزة على سطر ولا حمزة على نبرة؟ الليلة حلوة. خلاص خلاص يا عم هثبت لك. فرحه النهاردة وادي دعوة الفرح اهي يا عم. وريني كده. دي ليلة مطينة. شكرا شكرا عوال عندكم في الافراح. متشكرين متشكرين. اتفضل يا عريس. اتفضل. مش حواصيك يا حمزه على بنتي. في عينيا حمايه. تسلم يا حبيبي. برجلك اليمين يا واد. الله يخليك. حاضر يا ماما. وانت يا فريده حطي حمزه في عينيك. انا بقى ليلادي بس هيبات معاكم في الاوضه اللي تحت. ها لو عوزتوا اي حاجه اندهولي على طول. بعد كده هسيبكم تستمتعوا بقى ببعضيكم. حبيبي يا بابا هتوحشني يا حبيبي قوي. طب يلا حبيبتي عشان انت تعبتي النهارده بقى. مستعجل على ايه؟ لا مش مستعجل يا ستي. يلا يعني مستعجل؟ لا يا ماما انا مش مستعجل على حاجه. يا ماما مستعجل يا ستي. باي يا بابا. باي. يلا يلا. ايه يلا؟ عشان احطك في عينيا. انت بتسمعي وصيه ماما؟ ها طبعا يا حبيبي. طب يلا. لا من هنا. طب من هنا. طب حاضر. يلا قدامي. حاضر. يلا. علينا يا حمزه. الله يبارك فيك. ايه يا حبيبي مش هتقفل الباب بقى؟ ايه اقفل الباب. هو انت هتفضل واقف هنا كتير؟ ما مش عارف هعمل ايه. طيب يعني سيب نفسك خالص. ايه ما تقلقش. انسى
انسى كل حاجة. حاضر حمزة. ايه؟ معقولة الفترة القليلة دي نبقى متجوزين ومقفول علينا باب واحد؟ انا برضو حبيبتي انا مبسوط قوي. حمزة. ايه؟ اقلع. ايه؟ اقلع. حاضر. هو ده القلع بالنسبة لك؟ امال اعمل ايه تاني؟ طب ماشي اهو. حمزة. ايه؟ هتفرد ظهرك كده شوية. حاضر حاضر. بقولك ايه؟ ما تفك البابيون. ايه؟ فك البابيون. حاضر. فك القميص كمان. طيب. المرة بقى تفك الجاكيت ده. حاضر. وبس بساعدني في الطرحة هون. حاضر. مش قادر افكها. حاضر. هو انتوا مين؟ احنا شركة الغاز وجايين نشقر على العداد. مين البنت دي يا امور؟ بتخوني بتتجوز واحدة تانية؟ ايه؟ دي اللي مين؟ ما اعرفش مين. تعرفش مين؟ اه يبقى انت كده هتموت يا نهار اسود. بالهداوة بالهداوة يا منير، الراجل تقريبا دخلته النهاردة وتقريبا مبلبع حاجة مش فايق. ما تبطل هزار بقى يا حمزة. هو انت عرفت اسم ازاي؟ اصلا انا بنجم. وايه الكهنة ده؟ وايه الاشكال دي؟ بتسيب انا عشان دي؟ جبتها منين اساسا؟ لا هدي حبيبتي مش عاجباكي؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ بس حمزة اللي بيننا وبينك الفلوس فين؟ هو انتوا جايين عشان خاطر فلوس؟ ايوه يا باشا. ثانية واحدة. ايوه كل فلوس النقطة بتاعت اهي. ما تقلقش عليكم. اتفضل اتفضل. نقطة؟ لا اصل احنا مركبين جلدة. دول ممكن نعتبرهم بدل انتقال. لا بقى انتوا سويتوها قوي. انا هبلغ البوليس. العيال دي تقريبا بتستهبل. قوم بينا ندور على الفلوس. حمزة هما بيدوروا ولا ايه حمزة؟ انا عارف دول شكلهم مجانين. هو انتوا كاميرا خفية بتشغلونا؟ كاميرا خفية ايه يا حمزة؟ ده جرى في دماغك ايه؟ بقى تسيب لنا عشان دي؟ انت حبيبتي يا بنت دي؟ انت ازاي تكلمي جوزي بالشكل ده؟ ما ترد عليها بقى يا حمزة. ارد عليها اقول لها ايه؟ ايه ده؟ احترم نفسك. ما تمدش ايدك على هدومي الداخلية لو سمحت. هي البنت دي عارفة كل حاجة وبتستهزئ. سيبيني بس. يا حمزة انا دعوت. ورحمة أمي لموتك. الشنطة فين؟ ما عرفش الشنطة فين. ولا آخر فرصة. إحنا سرقنا صرافة وإنت كنت معانا. أنا سرقت صرافة؟ آه وشلنا الفلوس معاك وقلنا نختفي عن بعض شهرين. لحظة، أنت بتقول شهرين؟ آه يا جماعة أنا خبطت حمزة من شهر ونص وفقد الذاكرة وبيتعالج عند دكتور. أيوة يا جماعة أنا بتعالج وبيقولوا إن أنا فقد الذاكرة. عشان كده نسيتني يا حمزة يا حبيبي. ايه حبيبي الكلام ده في اوتار الليل. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. قوموا بينا بقى نروح للدكتور. يلا بينا. دكتور ايه اللي تروحوا له دلوقتي؟ تعالوا بكره الصبح واحنا ناخدكم عند الدكتور تتاكدوا بنفسكم. بكره الصبح ايه يا ماما؟ احنا كابسين على نفسكم. احنا هنبات هنا النهارده فاهمه؟ ولا حاجه. امال مين اللي بلغ البوليس يا حبيبي؟ معرفش ممكن تكون بريده. بريده؟ فريده مرادي. انت خطيبتك بابا انا عارفاها. ده كنت جاي يزورنا في الصباحيه. صباحيه ايه يا روح امي؟ امي حمزه افتحي وما تقولوش ولا كلمه. طرقها بسرعه يلا. انا هروح الحمام اغير. امشي. ولا انا مالك. طيب عارف لو اتنفست ولا فتحت. حاضر. صباح الفل يا عريس. صباح النور. اتفضل اتفضل امشي. ايه؟ معلش يا عم صباح الخير. هو انا هفضل واقف كتير؟ لا ما مع اصل هي مكسوفه عشان قلعه. قلعه؟ كفايه كده يا حبيبتي. يلا نلبس بابا على الباب. بابا على الباب.
تفضل عمي تفضل. اهلا مبروك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. تفضل. ده كتير قوي يا عم والله. فضلت خيرك. الله يخليك. الأوضة متبهدلة كده ليه؟ معلش يا عمي حماس شباب ظهر في الجواز. يا راجل بس مش الدرجة دي أبدا. الله 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 الله. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا عم ما تحرجنيش أكتر من كده. اتفضل اقعد. اتفضل. البنت فين؟ أنا مخضوض على البنت. اهدى يا عمي في الحمام بتغير. اهدى بس. في الحمام؟ آه. الحمد لله. ده أنا فاكرها في المستشفى. ليه يا عم هي متجوزة حمار؟ معلش يا ابني أنا جبت لك فطار خفيف. كان المفروض أجيب لك خروف. هو المفروض تجيب خروف يعني انت جايب لي اربع بيضات وحكيت لي انشر شايف الهيلمان اللي انا عامله في الاوضه. اه الحمد لله. انا حبيبتي وحشتني قوي. ازيك يا بنتي؟ ازيك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك مالك بتعيطي ليه؟ فرحه يا عم من الفرحه. انت فرحانه؟ اه يا بابا دي دموع الفرحه. انا مبسوطه قوي. يعني انت مبسوطه؟ ايوه. امال ايه اللي في وشك ده؟ عضه جت مني غصب عني. معلش يا عم. ابني يا ابني مش كده. ده مش اسلوب دخله. معلش عم انا عارف ان انا كنت مقفور شويه. معلش. طب اسالني يا اخي. يا عم انا كنت هتكسف يعني اجي اقول لك ينفع يعني إيه؟ انت ابني وهي بنتي ما فيهاش حاجه. هو انا غريب؟ انا ما اقدرش يا عم انا اتكسف في الحاجات دي. بابا بابا ما تقلقش قلت لك انا مبسوطه. شفت؟ لكن المفروض بدل ما اجيب لكم فطار خفيف كنت اجيب لكم نجار. استنى استنى. هو انت اللي ضحكت؟ ايه يا عم انت مالك؟ انت مش طبيعي النهارده يا عم. مالك يا حبيبي؟ مالك؟ طيب ماشي. انا هسيبكم دلوقتي. ماشي يا عم. نورتنا يا عم. الله يخليك. اطمن عليك. الله يخليك يا عم. الله يخليك. ربنا يديك الصحه. نورت يا عم. سلام. نورت يا عم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. نورت يا عم. الله يخليك يا ابني. نورت. سلام يا عم. الحمد لله ما حسش بحاجه بس اللي عاجبني ان هو افتكرني انها جديده قوي. برافو برافو عليك يا حمزه. طول ما انت بتسمع الكلام هتحافظ على حياتك. انا هسمع الكلام. جرا يا اخوانا انتوا ناسيين اللي احنا لازم نروح المستشفى عشان نقابل الدكتور ونعرف منه حكايه الذاكره دي صح ولا فشينك؟ لا زيزو انا مش هقدر اروح المستشفى رجلي بتوجعني. قرشتك منير. انت هتقعد مع الموزه حمزه. انت حسبني يا نهار اسود يا نهار اسود. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله. احنا بقينا قتله يا صالح. قتله قتله. بطل يا شغل الحريم والولوله ده في عرفنا. اخلص يا دلا اقسم بالله هضربك بالرصاص. صحيح فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا الفلوس جنب السلاح. احنا من الخضه والهويه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود. لا سلاح ولا فلوس. لا سلاح ولا فلوس. احنا مضربين. احنا رجعنا فلان. اقول لك دي نفسين. دي نفسها عشان يروق كده. خد يا عماده. هات مخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات. ادوني اقعد. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه انا بقى مستني اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك. انا مش هدفع مليم تاني. جرى يا عمرو انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي تعبت قوي. يا عم ام الحرام الحرام دي يا عمرو. طب خلاص خلاص يا عمو خلاص. ايه ده بقى خلاص الشجره بتعيط بقى خلاص. قلنا ايه؟ خلاص معلش. هو انت تعبت لوحدك يا عمر؟ ما انت تعبت وانا تعبت. هنيجي دلوقتي والنخ بدأنا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايبي يعني مش هياكلوا حقي. انت تخلص خالص يا ابني الجزمه. بكل اللي حصل ده بسببك. ده انت قاعد تشبه على راجل لغايه ما مات. خلاص هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي تيجي يا هوا ما تيجي 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 نتعلم سوا. ما تيجي 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 يا هوا تعالى. ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا ضم بينا هنا في تلتة تاني. عايزة شلاطة وزروطة. يلا بينا نهيس. سموت منور الدنيا.
حبيب القلوب. طب فين يا غزال؟ موجودة هي زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقولك ايه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له ايه؟ تغيري له على الجر. انها الخطيئة، العبي وريهم. يا لوس بالشوكولاتة تعالي يا فرصتي. الله على دماغك يا نجم، ندبر سفينة الاخوان وخمرة عشان نعرف نتكتك العملية. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسي. ابو الزعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحة، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي حبيبي قلبي، كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك؟ اه ابو اخزه، عمور زميل الشغل. هاي ازيك يا حمامه؟ سهلا سهلا سهلا. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ كانت منين في البقر ده؟ اوعى كده، خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانية واحدة، أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. حفيفي منورينا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استاذ فيفي، عرفيني بالمرة على أصحابك. أنت تأمر. سؤال والنبي. نعم. إلا فيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بيبن؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي، بس فيفي هتفلطحك. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟ هو أنت عايز ترسمة الأسلحة دي في إيه؟ لو في حد مضايقك، إحنا نلم الرجالة الغلط، محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي؟ أنت تعرفهم؟ دول إخواتي، ده إحنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنة المرحوم المعلم بدير، رحمة الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش، مصلحتك دي كانت أوديت في مينت. ما قلناش تفصيل بقى قبله، معلش. استاذ شيبوب، معلش. شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا، ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل اديل صلوحة. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. حلو بقى، ده شكله. يلا كمل. مش هتكمل. كمل. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامة بقى عسكر وحرامية. شيخ ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحتة؟ بثمانية، يعني التلاتة ب 24 400. هات 30 يا ابني. ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطه والكلام ده، مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت هنا بقى فلوس. شوف جنبك، طلق هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن داس طيبين وزيرو. يعني ده اللي هتاخد صورة مع زيرو الأسطورة وفيفي. فيفي اللي جابت لنا السلاح. بتصعب ايه؟ يا عايز ايه؟ بتصعب ايه؟ يا رجل ايه الماسكة دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك تمثيل وزارة، ليك عين كمان. رد اتبسط قوي. امسك يا معلم عدهم.
ابوك عيب، الدار امان. البنت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البنت المستوردة دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش فلادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني؟ الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع، انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسلم ايدك يا زخانة الرحمه. ابستو. مش فاكر حاجه خالص. انا اسود. صالح قوم وضب معايا، قوم بسرعه، انا هوضب هنا وانت وضب هناك. انضف فين؟ هناك بس بسرعه. واحد ابوك قوم. انت صباعك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. ماله صباعي يا صاحبي؟ انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال اروح لاول وقت. هو انت سايد عليا كده ليه؟ الصباع ايدك هو اللي طار، انت بتقرق ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. انا مش مصدق يا اخي ان انا مش هشوفه تاني. هو ايه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني. ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي يا عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفول العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح، هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف، هنتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا؟ اه صحيح. طب ما نعملها، ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن. نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، ونشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح برضه؟ نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ We're gonna show you how to create a bomb. Now we're gonna tell the ingredients. اكتب يا صالح. ها. كربونات صوديوم. صوديوم. حمض كبريتيك اللي هو مية النار. مية نار. باودر من الفاير ووركس. بينج بونج بولز. كور بينج بونج. والغالب على الارض بقى ولا ايه؟ لا الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. كاندلز باودر
batteries. شمع بطاريات vinegar خل and potatoes. بطاطس. لا ثانية واحدة بقى، شيبس ولا صوابع؟ هو انت كنت بتبقى تعمل الشكشوكة؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمة كده، هي بتقول بالانجليزي potatoes، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد potatoes مش يعني ارنب يا جماعة. ما يمكن potatoes دي يعني بطاس. مش بس خلاص انا اسف، كمل يا عمر كمل. يا اخوانا انا حاسس ان الولية دي الشيخة خديجة المغربية بتاعت رد المطلقة وقلب الحبيب في ثلاث ساعات، والقنبلة دي لا هتفرقع ولا نيلة. صباحه أبيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون، وروح ورا التبة واتصل بالقنبلة. يلا لا 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 استنى استنى، الست كانت بتقول ان في اخر حاجة بقى نحط بنزين. يا ابن اللذينة يا عمرو، طب والله ليه لازمة اهو، تيجي عليك اوقات كده بتفكر جدع. زيرو البنزين بسرعة. يلا بنزين ايه؟ الازازة اللي فيها البنزين كانت على السفرة عند عمرو، قلت لك خدها احنا، خدها احنا خارجين. ده انا شربتها واحنا جايين في السكة. عمرو بيهزر بيهزر، اهزر زيرو مش وقت هزار. يلا والله العظيم شربتها واحنا جايين في السكة، هو ده كان بنزين؟ يعني انت يعني غبي وسكتنا، مفيش استطعام، ما بتدقش، ما عندكش حاسة شغالة؟ ما انا قلت دي صفة عالية يعني، وانت دماغك تقيلة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقوش. ما تقلقش يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هتصرف يا اخي. تتصرف هتعمل ايه؟ هترجع؟ يا اخي بس يا ابني بهدلت الدنيا، بهدلت الدنيا. جبتهم منين البنزين دول؟ من تانك البنزين بتاع العربية. برضه ساعات كده بيبقى ايه شكله كده ايه، لما بتقرب للجلد بتفوقه. بس كده ايه؟ كده تمام. يلا يلا يلا. تعمل ايه؟ بس هنا حلو قوي، هنا حلو قوي. استنى انت بتعمل ايه؟ حاطط القنبله عشان افجرها. طب تفجرها انت ليه؟ ما افجرهاش انا ليه؟ يا عم تكبر يا عم، هي لعبه يا حبيبي، تعال صغير يا حبيبي. مش عيال، ما انت اللي قافش فيها اهو. اه صحيح يا معلم، انت اللي قافش فيها صح. ما تديني انا افجرها. طيب انت هتزيد انت كمان، انا اديتك الموبايل هتبيعه. لا 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 انت يا ابني حبيبي اكبر، انت عيل صغير ولا ايه؟ اكبر حبيبي، العيال الصغير هو اللي بيشبط في الحاجه وانت شبطان اهو. هات لو سمحت يا صالح، ما تديش ايدك عشان ما تقفش بجد. ها حبيبي. طب اقول لك على حاجه، نلعب كيلو بامية. ماشي انا موافق. كله بامية، القطة العامية فرقت. فرقت يا صيا. عملناها يا رجالة. جدع على طالع. عيب عليك. قول. على دماغك. Thank you.
تصلح يا معلم عادي على فكره. ولا عم انت كويس؟ معلش يعني يا اخوانا يعني انا عارف ان هو سؤال مش في وقته يعني. احنا هنروح ازاي من الحته المقطوعه دي؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا يا سعاد. والله العظيم ليكي وحشه قد الدنيا كلها. انا وماما بقى خلاص ما تزيطيش فيها وتحسسيني الجايه تسلمي ولا تشقري. ليه انا مش عارفاكي انت امك الواطيه؟ لا بتسالي ولا بترفعي سماعه التليفون الا وقت الجمعيه. لا والله العظيم يا خالتي انت ما تعرفيش غلاوتك عندنا قد ايه. خلاص خلاص عموما استني عليا يومين ثلاثه لحد ما صالح يقبض من الراوتر. راوتر؟ راوتر ايه ده اللي بيقبضوا منه؟ انا هقول لك ايه، ما انت جهله. ابني صالح ربنا كرمه وبيشتغل دلوقتي في بنك الانترنت وهيقبض من الراوتر في راس السنه الماليه. ده تلاقيه بيشتغلك يا خالتي وبيضحك عليك. ايه؟ ارجوكوا مش عايز هزار. فك يا بنت بقى. لا يا عموره احنا حلوين قوي. بس صالح والنبي مش عايز هزار والنبي، كفايه يا جماعه اللي حصل في موضوع العربيه. وبعدين انتوا مش فاهمين، انا طول الليل بحلم بكوابيس. سامي يا جمال واقفه مع ابويا بيضحكوا ومعلقني من عرقوب رجلي بخطاف زي الخروف، فلو سمحتوا الموضوع مش محتمل اي تهريج. ايوه بيضحكوا، شفت؟ عارف ليه؟ عشان انا وديت العربيه امبارح عند الميكانيكي وقال لي انها هترجع زي العروسه. بجد يا صالح وحياه ابوك العربيه ترجع زي ما كانت؟ والله قال لي هترجع زي الفل، بس هي محتاجه شويه تكاليف. يا عم تتكلف زي ما تتكلف، المهم ابويا يرجع لها العربيه. ما تقلقش، ابوك هيرجع يلاقي العربيه زي العروسه متجوزه في الجراج. فك يا بنت بقى. فك بقى عمورة يضحك مني. عمورة جدا مني. عمورة جدا مني. لا 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 بس. الحمد لله. الحمد لله. طب حس كده بقى يا جماعة معلش خلوني اخد رأيكم في حاجة. اه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عربية قلت الدابة وترجع زي الاول. ده العربية اتبشملت وبقت شاورما. خليك في حالك وحط صنك جوه بقك. ما هو يا تقول كلام في محله يا تقول حل يا حاله. انت مال اهلك، انت مال اهلك. الواد مكتئب والعمليه بكره، قلت اقول له كلمتين عشان افكه. المهم انت مش كله تمام؟ لا لا اما تلق. انا قصدي لا كله تمام. معانا السلاح وبدل القنبله اتنين ناقص بس الشنط والماسكات هجيبها لنا العيل الملزق ده. محدش يتحرك من مكانه، المكان كله محاصر. ايه رايكم في الطقم ده؟ حلو؟ اه كيوت جدا. ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، ده اللي احضر بيه بكره السرقه ان شاء الله. طب هتروح ودقنك طويله كده؟ ينفع؟ طب اروح تعالى تعالى يا دهبل انت. دقيقه بس دقيقه. تعالى هنا تعالى. راحه. انا مش هلبس اللعبه ده رايحين البنك بكره. امال هنلبس ايه يا صالح؟ هلبس بدل. بدل ايه؟ بدل ايه؟ احنا رايحين نخطب. ما هو نلبس بدل وعليها ماسكات. بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا عشان هرجع لاخر مره على الخطه. انت هتروح الشغل بكره عادي. في الوقت ده انا وانت هنأجر العربيه ونفك بينها النمر. تطلع انت قبل خروج الموظفين بربع ساعه كده مستناك قدام البنك. هنستنى كلنا ومعانا الحاجه ونراقب الكاميرات. اول نور الكاميرا بتطفي يبقى السيستم وقع. ودي اشاره دخولنا البنك. تمام يا رجاله؟ يا رجاله. ايزي ماما بيب عمرو عمرو هات النضاره من جنبك. النضاره لسه الكهرباء ما طفتش. بقول لكم يا عيال عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي. ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زئر، جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات. جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقه. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. ده هدوك يا جوانتي. انا اسف. الله انت مش قلت لي هات جوانتي. خلاص ما تجعلش. جبت لك جوانتي. خلاص ما تجعلش، انا اسف. خلاص يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده غبي. بص يا رجاله ما ينفعش نخش جوه ننده بعض باسامينا. اه امال هننده بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. ما احنا دخلنا جوه قلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح. أه. احنا اتفضح بعد ما تعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا وننده بعض بيها جوه.
يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح ونقول لزئرو عمرو. انت حمار يا ابني. ايه؟ بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي هتتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه صح. سوري يا جدعان فكركم تضربش في داهيه ابوس ايديكم. خلاص طب ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدولي جوه قولوا لي يا كريم، ها؟ مدلك نقول لك ايه انت ايه؟ انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي؟ وحش؟ مش وحش، اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسم طفل رضيع، اخلص هنقول لك سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص، ايه النقاش ده؟ بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجم من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحمد لك باسمك الحقيقي. صالح ما تهرجش، الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظم ارقص قدامك هقول لك اسمه الحقيقي. صالح. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قولوا صالح تقول لي ايه؟ قولي فدي صالح. سناء. قتلوا؟ وبس زئرو رايح زئرو جاي شبح. سناء. خلاص بقى. ما كنتش تعرف. فخلاص بقى انا ما تزيدش. خلاص. خلاص يا عم قول لي يا مات. ولا صالح. امك. عجبتك قوي؟ احلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم. يا متخلف امك هناك اهي. يا نهار اسود. طب انت ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها اترفدت تجاه عشان تتاكد. طب والعامل؟ العامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح. هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب. يا فندم. يا اخي مش انت. منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم. بس اموري انا النائب بتاعه هنا وقائم باعماله، اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه كنت قلت لك، ما انا عارفه، انا عايزه الاستاذ نزيه. مدام رشا مش ممكن. عرفتك من البرفيوم بتاعك، ايه النور ده؟ ازاي حضرتك يا مستر نزيه؟ بخير طول ما انت بخير. هو انتوا قفلتوا ولا ايه؟ ولو قفلنا نفتح تاني عشان خاطر حضرتك. سامي. ايوه مستر نزيه. ازيك يا مدام رشا؟ الحمد لله. شوف مدام رشا عاوزه ايه؟ انا هروح الحمام ثواني وارجع على طول. استاذ نزيه المهندسين بداوا الشغل في السيستم وعايزين نفضي البنك. يعني السيستم دلوقتي واقع. مدام رشا هنستاذنك بس لمده ساعه تقعديها معانا لحد السيستم لما يرجع. ده من حسن حظي يا مستر نزيه. شوف مدام رشا تشرب ايه. نعم. شوف مدام رشا تشرب ايه. طيب مدام رشا استريحي على ما اشوف لك حد من البوفيه تشربي ايه. عاوزه نسكافيه بلاك من غير سكر بليز. بلاك. انت عم اسمك ايه؟ انت تعالى تحت امرك يا سامي بيه. سيب باب الاي تي ام مفتوح واقفل باب البنك الداخلي، مش عاوز حد يخش، فاهم؟ حاضر. بس اذنك ادخل المكنه جوه عشان ما تتسرقش. مكنه ايه؟ الموتوسيكل بتاعي. شوف هتعمل ايه وتصرف. يلا بسرعه. يلا. حاضر يا سامي بيه. الكاميرات طفت. اتفضل بقى الحاجه. الحاجه شكلها مش خارجه من البنك دلوقتي. طب وبعدين يا صالح ما بدأوا يشتغلوا في السيستم، يعني قدامهم ساعة بالكتير، يا نخش دلوقتي يا إما نلغي العملية. لا، عملية إيه تتلغي؟ أقول لكم إحنا نتكل على الله ونخش. وماما كده كده مش هتعرفنا، مش إحنا لسنا في قط. أنت حطيت الشنطة والمسكت فين؟ ورا في شنطة العربية. حلو. يبقى يلا بينا رجالة. ولا إيه ده؟ مش حلوين؟ Easy mama, boop beep, boop beep, mom beep, boop 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 beep
صالح بس صالح صالح ايه ايه يا اخي اوعى عايز ايه بقول لكم ايه مش عاوز حد يفتح بقه كله يقعد مكانه استني انت حاجه استني حاجه كله يسلي نفسه قومي قومي اتفضلي انتوا عايزين مني ايه انا مش عايز اموت مش عايز اموت مش عايز اموت انت ماسك في الدنيا كده ايه انت حد كلامك مكانك هنا بقول لكم ايه اليوم حمص ده الفن لو سمعتوا الكلام ومحدش يكون فكر يضايقني عشان اللي هيضايقني هزعله ها سامح يا سامح يا سامح انت يا عم الضفدع انت ايه خد لي موبايلات الناس اسجلهم في ورقه ولا سايبهم على الموبايل فوق معايا بلاش جماوه تعالى خد الشنطه القماش من الشنطه الكبيره خدها وتلمي لي عدد الناس الموبايلات معلش انا متوتر جدا متوتر جدا معلش مجدي مجدي تثبتي بقى يا بنتي يخرب بيت حلاوتك اخ ده اللي ربى بتاع مربى انت يا زفت يا مجدي ده مؤاخذه يا نجم اصل لابس بتاع ملابس ابوس ايدك ركز معايا ما تودناش في داهيه حاضر يا نجم فين مدير البنك ايه يا صالح مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني انت نسيت بس خرجت جماوه بس استاذ نزيه دخل الحمام بس انا نائب المدير لو عاوز اي حاجه انا بحل محله اتفضل يا عمر انا موجود انت حد وجه لك كلام حد وجه لك كلام انا هحط اعصاب فين مدير البنك بقول لك ايه ما تيجي نمشي نمشي ايه يا ابني انا جايبك كاين وشفت فين ما اصل تقول لك ركز معايا الله يبارك لك ها خليك هنا وانشف الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا ماشي هياكلونا ركز وانشف خد نفس وزعق فيهم انشف حاضر هنظم نفسي نظم نفسك يلا هنظم نفسي بالظبط طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين ماشي لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا ما يغروكيش ماسك السمكة ده تحتي قرش وقف عندك يا ماما انت مين وعاوز ايه ابوس ايدك ما تقتلش في الكمانين حاضر حصلك لما تخلص بس هات الموبايل اديني فرصه اخلص لما محصول الفراوله بقولك هات الموبايل انت بتهزر خلص بسرعه مش عارفة ايه ده وقفوا هنا وقفوا عندك هنا يا رجالة الراجل بتاع العن بيضرب علينا نار بالجهة دي نفسية بقى مش بوريله الجهة طب بقولك ايه روح انت امن الرهين في الاوضه دي وتعالي بسرعة يلا راجل خد دي يلا يا اخويا يلا رهاين عمرو امني ظهر انت ها عمرو عمرو ايه يا ابني مالك اتخضيت كده ليه انا صالح يا ايه انا صالح يا مالك انا مش سامع حاجه خالص مش سامع حاجه السبب الحيوان صاحبك جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودي لحد ما اترش انا اترشت يا صالح مش عملت ايه في الواد ده عيل طارق خدي انا اقول لك انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه جاهز مش فاية اثبت مكانك اثبت اثبت مكانك ايه ده شفت بيعمل ازاي Ha 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 ha!
العنكبوت ده هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك تعالى معانا نطلع وانت خليك انت هنا. ايه؟ انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسم كريم. ايه كريم؟ هقول لك انت خليك هنا. انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك. ماشي؟ ماشي. يلا. يلا. ماشي. تخبى في اني جحر ابن الكلب. خش جوه يا امي، خش جوه يا ماما. ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا ضهري. ايه؟ ايه؟ هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم اخويا. انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. عشان مليش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب يموت موتة ربنا. هو فار ثم ايه؟ راجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه؟ معلم زيرو قد جدنا مين يا أبا؟ ده المعلم رستان ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد بس انا قلت باي معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا احمي ظهرك يلا. ولا زيرو زيرو الحالي اسمك يا صالح راسه عند ايه؟ هو قدام الحيوان يا ابن العبيطة هستيقك لو ضربت المنبر. مش هتلحق يا ابن الكلب. يعني عارف انك هتموتني؟ دواء عندي لا مؤاخذة يا صاحبي. كتم بقى. شوفوا بقى بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط. دي مغامره ممكن توديكم في 60 داهيه. رفع راسك يا اخويا اقعد. بس استني الكلام. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله. طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليه. هلا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه. بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يالا عليك تاني و... حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت. أنا عندي مشكلة. أموري. أصل أنا عيانة وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا أصله حقنة ولازم حد يدهاني. في العضل؟ أيوه. أنا كنت شغال في صح باب الشعرية. اشتري مني انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ عمرو صباح
صالح علي صوتك، انا مش سامع حاجه خالص. شش طب اتفضل وطي صوتك، وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه، سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمور، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا، انا هموت هنا. لا يا حبيبي، انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمر؟ هجيب رحله يا حبيبي، خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص ايه ده كله بسبب الحيوان ده؟ قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقول ايه على صوتك؟ لا انا اترش الاول، كنت بسمع تشوش بس مش بسمع تمام يا سيدي. لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا من غير ضرب، من غير يا جدعان يا جدعان يا جدعان احنا فين يا عم؟ عمرو ضرب شويه. ايه مكانك؟ مش هو مكانك انت تعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حرامية. ايه قلعت؟ مالكش دعوة بيا. اثبت شاط انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزة؟ يا ابني اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. اخص بتسرق مكان اكل عيشك لشغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مختبر العمر، اديهم فرصة تانية. تشانس. احنا جايين نربي أجيال. تعال عايزك ثواني. ده أنا؟ تعال عايزك. صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا بتاع علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لولا اني عارف ان ما فيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اغص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه؟ يا بابا مش سامع. يا بابا يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضه ما مفيش. بس خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا اخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين حضرتك خليهم كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله.
بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبقى على الضعف. اسمع عاد انت وهو. انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم. الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهية الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعت البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع اهم من الرهاين اللي فوق معايا اكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك بمكانه. يا جماعة انا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك. ماجي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور، استاذنك انا. لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجل على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك، وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وطايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا خالد وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه نقلب عيشنا. احنا ما تفلت الزير. يلا ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها. في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ خلصوا دلوقتي. بتعمل ايه؟ هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها معاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسنا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكه ده في البيت. اسف. انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا. رساله بابا. وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيرة. انت تعرفي ان النجاة الصغيرة تبقى اخت سعاد الصغيرة اخت سعاد حسني؟ طبعا عارفة. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصالة عيل صغير، ده اكبر ورقة فيهم ب20. بلاش برطمة. اخلص معاك كام؟ 3334. ايه وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج.
58,732. حلو، معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك. انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح ده ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد، لو نفق هيظبط كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ شحال ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فوقت وداخله زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنة دي تخش تاني. يا اخي خلوك بقى. ايه صوت الفرقعة دي؟ خلوك ايه؟ احنا مالناش دعوة ها؟ ولا كده عملنا حاجة؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ورا. ايه صوت الفرقعة دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوتوا الفرقعة؟ برضه؟ اصل احنا حضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعة كده مش عارف وقصص بيقع، تقريبا في حد نفذ حاجة في الفرن. احنا شاملين ريحة غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الأم. بروح أمك أنت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار أنتوا التلاتة. انتهوا! احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يعني اللي موت ولا اكتر. شالوا لنا هنا الله. ادخل يا ابني انت اهو. يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيم. ايه على عينك، كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما؟ انا مش مرفوض ولا حاجه. انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش اشوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا. ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمري كنت بقول عليكوا فاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فاشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس عشان اشغلها واعمل بيها مشاريع كارد يعني، وفي الاخر كنت هفضل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا.
وانت محتاج يا صالح؟ اه يا ماما محتاج. اه تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما استثبتش في البنك. لا انا ما استثبتش في البنك عشان سامي بيه مستصدم وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني. انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه، لكن للاسف انت دورت على الحاجه السهله، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك. انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي، لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني انا؟ انا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اتطرش. انا اتطرش ممكن نسيب. اوعى. عجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجة. يا صالح انا داخل عشان خاطرك انت يا ولية. انت مش شايف يا عم يا ولية يا صالح يا صالح. بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لما في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمانه جاي. يا نهار اسود، البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. يا نهار اسود انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني اهو، ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التساهيل ومزاجي. تساهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانية دي اللي انت حبيبته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. ده الجهاز ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، مشغل وقتي مش اكتر. ايه Easy mama, boop hip, boop hip, mom beep, boop hip, bottom boop hip, booty dip, boop hip, bottom boop hip, booty dip. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير تلات دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو لعب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالى معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك وما حطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك واعل وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه.
محدش هيقرب لك دلوقتي، بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا، انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه، اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل، يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايتنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. اه احنا كنا بنعمل اكس او. اكس او ايه؟ اه والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت وهو اطلع امنوا لي الباب. يلا يلا يا راي. والنجم معايا دوت. ايه دول؟ تعملوا ايه؟ هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي حالا. ايوه يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاط يلا تروح فين؟ هتيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ هروح لقناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لقناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا على اخري. محدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خدوا الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني. يا ابني. يا ابني. واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطة واطلع على بره. ايوه كده. بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب؟ اكسب اكسب. انت اكسب؟ تأكد؟ ايه لا ماسك؟ ايه لا الماسك؟ كمان شوية؟ هلا صالح يا كذاب يا كذاب. ودع ماما بقى. عمليات عمليات. في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك. اضربه بالحجاج الشهر. صالح سيبني اللي في ايدك. صالح تعالى شبكني. ابوس ايدك ابوس ايدك. لا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ شليت بقيت اطرش ومشلول. ما
عليا. أعمل على الفلوس. زيرو. لا لا زيرو الحمد لله مات. أحسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهائن وأمنهم ها؟ وأنا هطلع بره للبوليس وأقول لهم إني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا فانس هاتي إيدك. عايز مني إيه؟ اثبت يا صالح. تعمل إيه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. فيني؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاه عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ماذيها. تقفي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي، مفيش حاجه باقي عليها. ما تخافش يا صالح. سيبه وسيب الفلوس وانا هسيبها لك. وانا ايه اللي يضمن؟ زي ما انت ما عندكش حاجه خايف عليها، انا كان ما بقاش عندي حاجه خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا، وهابي اند للجميع. محمد شنطه الفلوس دي بسرعه. حامد مش نقوم بقى بابا كفايه نوم كده. براوه يا سامي بيه، براوه. وانا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشله. يلا يا روش. ايه ده؟ ايه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافه اللي انتوا امرتونا ان احنا ناخدهم. عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعه في شنطه. حالا. فكه برضه تنفع في الركنة ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه؟ يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه، يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيه. لا مش هينفع يا مدير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت سيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه هفجر المكان باللي فيه. كله ارجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. اشرف خليك هنا امن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش انا عامل حسابي.
عليك هذا مني وتربيتي. أنا تربيت أصلا. الموبايل فيها جيب الورق. طب وفيها ايه؟ ما تجيب انا مالك. في حاجة؟ لا مش عارف. ايه اخلص. الله ايه اللي حاطه؟ اللي جاله جاله. حضرتك انا بشبع على حضرتك، العينين دي انا شفتها قبل كده. هو حضرتك كنت في مدرسه جوزيت؟ انا يرتهي ان احنا كنا في نفس المدرسه مع بعض. كوني يلا عشان نلحق نشوف الفلوس. اتفضل يا سيدي. عفوا لقد نفذ رصيدكم. الفلوس اتخلص. عملت ايه فلوس يا سيدي؟ انا كنت عايز اصارحكم من زمان على الموضوع. اصل امي احتاجت رصيد فبعت لها. حمل ابو شكلك. دول 5 مليون. مظبوط. دول 5 كمان. وادي كده 5. امال دي فيها ايه؟ اللي قول لي كده يا بلدينا، هي الساعه تجي لك كام دلوقتي؟ تسال يا ابني عن الساعه ليه؟ ما الساعه دي ساعه بايظه. بايظه. ايوه 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 فهمت. الساعه بايظه. الساعة بايظه. الساعه ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا نزيه بيه. الله يسلمك يا حضرة الظابط. احنا قبضنا على كل المتهمين في قضية سرقة البنك، وعاوزين حضرتك ومجموعة من الرهائن تيجوا معانا القسم عشان نقفل المحضر. هما الأساتذة كانوا معاكم؟ أيوه، عمرو وصالح موظفين عندنا في البنك. طب اتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. اسمعي يا حضرة الظابط. لا لا، سامح ابني بريء. دول أصلهم كانوا عايزين الفلوس على إيه؟ هو مين ده اللي بريء؟ هو فين ابنها؟ مش عارف حضرتك، أنا أول مرة أشوفها. ما تشغلش بالك يا حضرة الظابط، دي أمور عائلية. اتفضل معايا في الاسم بهدوء وبدون شوشره، انا هفهمك كل حاجه. اتفضل. اتفضل. ياما انت ما بتيجي ده، كنت هتوديني في داهيه. انا اللي هوديك في داهيه ولا انتوا كنتوا هتودوا نفسكم في داهيه وتضيعوا مستقبلكم؟ خلاص بقى يا حاج، الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. بصراحه كده يا زقرو كتر خيرك في اللي انت عملته معايا يا ابني. انا ما عملتش غير الواجب يا حاجه. انت في مقام امي برضه. يا نهارك اسود، انت بتقارني بامك بتاعت الفجر. الله يوعدك. انا شبه امك بتاعت الفجر. الله فيها حاجه. دي كانت بتبيع البانجو جوه الفجر. ماما عيب يا ماما.